لم يبقى من محمد صاحب 16 عاما سوى بطاقة الأحوال المدنية هذه التي رفعها والده بحسرة وألم وهو يندب حظه. محمد كغيره من عشرات الشباب الذين قاضوا بانفجارات سيارات مفخخة وعبوات ناسفة استهدفت تجمعات المدنيين لتنهي أحلامهم وأماني آبائهم بأن يروا فلذات أكبادهم وهم يكبرون اليوم تلو الآخر، لتأتي فجأة سيارة مفخخة كهذه التي انفجرت في منطقة المشتل واغتالتهم برمشة عين. خلوا يشوفوا شاب 16 سنة عمره، بس الأحمد نقاله حسبي الله ونعم الوكيل. أهالي منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد والتي شهدت انفجار سيارة مفخخة أوقعت 4 قتلى وأصابت 10 آخرين بجروح مختلفة وأدت إلى دمار كبير بالمباني والمحال التجارية، انتقدوا بغضب الإجراءات الأمنية المتخذة لحمايتهم والتي لم تمنع تكرار الخروقات الأمنية التي استهدفتهم مرارا. يعبر هاي المسافة كلها يوصل لآخر الدنيا يفجر ويطب منها يفجر ويطلع منها هاي هذول الواقفين الشرطة. طالع عامل بيوميته يساعد أبوه على مود 10,000 15,000 يروح بيها ضحية 16 سنة عمره. هذاك أبوه قاتل القهر، أمه قاتل القهر، ليه شنو ذنبنا؟ شنو مسوي يعني؟ يبدو أن الوضع سيبقى على ما هو عليه في حال لم تغير القوات الأمنية إجراءاتها لحماية المواطنين الذين أشاروا إلى أن المشكلة لن تحل بالكم الكبير من نقاط التفتيش المنتشرة ببغداد، ولكن بتكثيف الجهد الاستخباراتي بين المناطق لإيجاد حواضن المسلحين وتفكيك خلاياهم. موفق مجيد، الحرة، بغداد.